السلام عليكم حبابي حبوباتي، اليوم ان شاء الله بجيتكم فيديو جديد اللي هو غتكون واحد لاغوسيت، هي فيلي دو بولي معمر على شكل بسطام. غادي نقبطوا داك الفيلي ديالنا وغادي نختار واحد الموس يكون كيدبح مزيان، غادي نقطعوهم هكا بهذه الطريقه كما كتشوفوا، وغادي نحاولوا ما نجرحوهمش حتى التالي، ما نذبحوهمش حتى التالي، نخليوها راكم عارفين بحال البسطام. من بعد غادي نحاولوا نابلاتيوهم مزيان باش يتحلوا. غادي نستعملوا اللي عندنا، يمكننا نستعملوا كما كندير انا غير بداك لاش بالوجه ديالها اللي ملس، ولا الوغ ديروهم في واحد كاري ديال السولوفان وضربوهم بالغلو ديال لاباتيسري بالدلاك. وهنا غادي ناخذوا داك الكميه ديالنا ديال لي شامبينيون اللي غادي نحتاجوا في هاد لا غوسيت، غادي نقسموه على جوج، واحد النص غادي نقطعوه بهذه الطريقه هكا رقيق بزاف لانه هو اللي غادي نستعملوه للحشوه، والشيء الاخر غادي نخليوه هكاك صحيح هو اللي غادي نديروا به لاصوص اللي غادي نديروها مع هاد الدجاج ديالنا. وباش نوجدوا هاد الحشوه ديالنا غادي ناخذ واحد كسرونه صغيره ندير فيها شويه ديال الزيت البلديه، وغنديروا شويه ديال البصله مشحر مقطع رقيق وغنخليوه يتقلى. وكذلك لهذا الحشوه غادي نحتاجوا واحد شويه ديال لي بوم اللي غادي نقطعوه بهذه الطريقه هكا كارتي، اللي غادي نعسلهم ان شاء الله، نتوما غادي تشوفوا الطريقه، وهما غادي نستعملهم في الحشوه. هنا غادي نبداو كنشحروا حتى داك لي شامبينيون ديالنا اللي قطعنا، الفطر ديالنا اللي قطعناه رقيق في داك الكويسرونه مع داك البصيله، وغنخليه يتقلى بشويه بشويه. غادي نقومو بالتعسل ديال لي بوم ديالنا. دابور الطريقه الاولى هي اننا غادي نديروهم في مقيله مع شويه ديال الزبده، وغنخليهم يبقاو يتقلاو شي شويه يتحمروا، ومن بعد ان شاء الله غادي ندير لهم السكر باش نخليهم يتعسلوا شي شويه، ما خصناش نخليهم حتى يتحلوا، خصهم يبقاو صحاحين. التوابل الوحيد اللي غادي نديرو في هذا لي شامبينيون هما شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، ما كنزيدو حتى شي حاجه اخرى. بعد ما كيتعسلوا لنا هاد لي كارتي ديالنا ديال لي بوم غادي نديروهم في شي ريسيبيون غنخليهم اكوتي. هنا الشامبينيون ديالنا غادي نزيدو عليه واحد شويه هاد لا كريم فريش، وغادي نخليوه يتقلى مع داك لا كريم فريش. في ديك المقله ديال اللي كانوا فيها لي بوم غادي نديرو فيها لي شامبينيون ديالنا باش يتقلاو حتى هما، اللي غادي نديرو بهم ان شاء الله لاصوص اللي غادي تاكومباني داك لي بورتفي دو لو فيلي دو بورتفي لو فيلي اون بورتفي. هنا لي شامبينيون داك الرقيقين اللي قطعنا رقاق اللي غادي نديروهم للحشوه ها موجودو لنا، غادي نخليهم حتى هما على جنب. على هاد لي شامبينيون اللي غنديرو بهم ان شاء الله لاصوص غادي نديرو مليحه وبزيه. غادي نبداو ان شاء الله نعمرو البزاطم ديالنا، غادي نديرو لهم مليحه وبزيره، غادي نبداو بشويه ديال الفرماج، من بعد غادي نحطو عليه هذاك لي كارتي ديالنا اللي عسلنا ديال التفاح، ومن بعد غادي نزيدو عليهم داك الحشوه اللي صوبنا بالفطر مقطع رقيق بلا كريم فريش، وغادي نطويو كل شيء وغادي نسدوه بهذه الطريقه كما كتشوفوا بلي بيك داك العويدات الرقاق، وغادي نحاولوا نسدوها مزيان، واخا كيكون مقطع شويه غادي نحاولوا كيفاش نلاقيوه مزيان باش نجمعوه مزيان باش ما تخرج لناش الحشوه من الجناب.
وهكذا غادي نديروا لهم نفس الطريقه عليهم كاملين حتى نساليهم كلهم، ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزوا للطياب. هذه لاصوص ديال الفطر ديالنا اللي غادي نديروا بها لاكومبانيومون ديال الدجاج ديالنا. زدنا عليها شويه ديال لاكريم فريش وخليناها كتلبى مع بعضياتها. نورمالمون يمكننا نطيبوهم في الفران، ولكن في هذه المره هذه انا اختاريت انني نطيبوهم في هذه الشوايه اللي هي سميتها لو بتي غري، كتشوي كل شيء، اللحم، الدجاج، السوسيس، الكفته. نديرو فيها بزاف بزاف ديال الحوايج، ندير فيها البطبوط، ندير فيها لي تاكوس، زوينه وكطيب اللحم مزيان. بعد ما شعلناها تسخن ابري كدير لنا واحد البيب بانها سخنات، ودابا ان شاء الله غادي نقومو بالطياب ديال البزاطم ديالنا. وما نساوش نحطوا هذا لو ريكولتور اللي هو داير بحال شي طبصيل اللي هو كيطيح فيه داك لاغريس اللي كيهود من اللحم. هنا بعد ما كتشوفوا الطياب طلب لنا 25 دقيقه، الشوايه بنفسها هي كتعلم بان اللحم وجد. دونك كنعريو عليه، وهانتوما كما كتشوفوا كيطيبو من داك الشيء وكيجيو كيشهيو، والمذاق ما كاين ما نقول لكم. من الداخل من الفوق بيان كروستيو مقرمل مقرمش، ومن الداخل كلشي كيبقى موالو وشهيه طيبه. وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ويكون هذا لا غوسيت عجباتكم. شهيه طيبه، وشكرا جزيلا على المشاهده.